خير الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف، وصلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. دع عنك يا سعد ذكر الغانيات، دع عنك يا سعد ذكر الغانيات، ودع منك البكاء على الأطلال والدمن، واسمع بخطب جرى في كربلاء على آل الرسول ونحف السر والعلني. يوم به يوم به بكت السبع الطباق دما، يوم به بكت السبع الطباق دما، وأعولت محكمات الفرض والسنن به الدين قد هدت قواعده، يوم به الدين قد هدت قواعده، أصبح الكفر فيه ثابت الركن. يوم يوم به المصطفى باتت حشاشته حرا، ولم ترق عين من أبي حسن، لم أنسى سبط رسول الله منفردا، لم أنسى سبط رسول الله منفردا، وفيه أحدق أهل الحقد والضغن. يرنو إلى الصحب فوق الترب تحسبهم بدورة من بدت في الحال كالدجن، لهفي له ومدرء العباس منجدلا. هذه ليلة السابع من المحرم، التوسل في كل مكان بأبي الفضل العباس صلوات الله عليه، لهفي له من رأى العباس منجدلا،
على التراب صريعا عفر البدن نادى بصوت يذيب الصخر يا عضدي أي ويا معيني ويا كهفي ومايا يا وأتمني أردني أحتك توصل إلى مسامع أبي الفضل العباس. نادى نادى يا بصوت يذئب الصخر يا عضدي ويا معيني ويا كهفي ومايا يا يا وأتمني عباس عباس هذه جيوش الكفر قد زحفايت نحوي بثارات يوم الدار اطلبني كسرت ظهري وقلت حيلتي كسرت ظهري وقلت حيلتي وبما لاقيت سرت ذوي الأحقاد والإحني أي لاقيت سرت ذوي الأحقاد ويا يا 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 الإحني نصبت نفسك دوني للعدا غرضا حتى مضيت نقي الثوب من درني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. صلوا على محمد وآل محمد. بما أن المحاضرة تبث عالميا لذلك ينبغي أن نغتنم فرصة هذه الأيام العشرة، ما بقي لنا إلا 3 ليال، لأن نتعرض إلى جانب من الأحكام والآداب الاجتماعية في الإسلام. سبق منا أن تحدثنا في الليالي الماضية عن المسائل الخلاف بين السنة والشيعة، تعرضنا لمقدار ما يمكننا من التعرض، ومن أهم القضايا الاجتماعية التي حقيقة تسبب مشاكل عائلية ما بين الأزواج، ما بين الأولاد وآبائهم وأمهاتهم، ما بين الشباب والشابات، علينا أن نتعرض هذه الليلة لكثرة الطلبات التي تأتيني وهم يريدون يطلبون بإلحاح أن نتعرض لمثل هذه المسائل. من أهم المسائل في دين الإسلام مسألة الزواج أو النكاح الشرعي. مسألة الزوجية والزواج نافذة من الله سبحانه وتعالى، لا فقط في البشر والحيوان، الإنسان في طبيعة الحال لا يمكن التكاثر إلا عن طريق الزواج، الحيوانات كذلك، النباتات كذلك. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. حتى لقد ثبت علميا في علم الذرة أنه جميع الكائنات